كان مفهوما أن ينافس النظام تنظيم الدولة برقصه على جثامين القتلى والتقاط الصور فوق دمائهم من داري إلى أرياف إدلب. فالانتقام وقتها كان سيد الموقف بالنسبة للأسد ممن حولوه إلى قاتل منبوذ لا تكفي معجزات روسيا لتهريبه من القسم السيء من التاريخ. لكن غير المفهوم أن تتمادى قواته المسلحة إلى شواهد القبور فتهدم بنيانها وتفاخر بسحب الرفات والعظام من المدافن ليتم التمثيل بها على نحو فاق الفزع الذي عرفته البشرية من قبل. أنا راح نكمل نبش أبو كمال وعدتك بيرها. يلا هنا إدلب، بل هنا بلدة خان السبل التي سيطر عليها أحد أكثر الجيوش فساداً في العالم كما صنفته منظمة الشفافية الدولية، يموج اليوم في تلك المدينة وما حولها هانئاً بين أقوام الأطلال التي خلفها قصفهم. لكن التشفي بلغ ذروته عندما نشروا مقاطع مصورة لتهديم قبور ونبشها والتلاعب بالجثامين التي في متنها. تبدو الصور صارخة مفجعة من حيث بشاعة المحتوى وجبروت المهاجمين، فالأسئلة هنا لم تعد تحمل صفة إنسانية من قبيل كيف يمكن لآدمي أن ينبش قبراً أو ينكل بعظام المتوفى، بل إنها تتعدى ذلك لتكون أسئلة أكثر عمقاً في الذات البشرية عن الدروس التي تعلمها ذلك الجاني من رؤسائه في العمل لدى أجهزة الاستخبارات أو وزارة الدفاع التابعة للنظام، حتى بلغ به التمادي هذا الحد. صار زمان هذا الجميع ما سمع هذا الحكي بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. كل مرة يتقدم فيها النظام إلى منطقة ما يبرع في تقديم مستوى جديد في الانتهاكات يفوق الذي سبقه. قسما بالله العظيم أنا أتابع صفحاتكم واحد واحد، اللي بشوف إله تعليق لفرجيهم شيء لأهله إله إسا ما شافوا. فالأمور على ما تشير الوقائع تجاوزت مرحلة التعفيش ونهب البيوت والقتل الطائفي والاستقواء على النساء والأطفال إلى مرحلة أفعال كان العالم قد اهتز سابقا يوم ارتكبها تنظيم الدولة. وعد شرف راجع للميت قبل الطيب. إلا أنها وقد ارتكبت على أيدي عصابات الأسد، فلا عالم اهتز ولا صحافة كتبت ولا مجالس أمن اجتمعت ولا أمم غوتيريش أدانت، إنما اتخذوا جميعا وضعية جثمان داخل قبر يتم نبشه على الهواء.